بلا نفي وتأكيد وتخبط في تصريحات المستشارين الحكوميين حول استخدام حليفة واشنطن لأجواء العراق في ضرب إيران، جاء تأكيد على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة. وفي بيان عاجل تقدم به العراق رسميا بمذكرة احتجاج إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت إدانة انتهاك حليفة واشنطن لخرق طائراتها أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على إيران فجر 26 من شهر تشرين الأول الجاري. السودان وجه وبشكل عاجل وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الخرق طبقا لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق، وأن الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيها، وبأنها تعمل على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتشدد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة. هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال منع أي استغلال لأراضيها في صراعات إقليمية، ودعمه حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل. الحكومة العراقية في حرج كبير لعدم سيطرتها على الأجواء كونها تحت سيطرة الأمريكيين حصرا، وأن هذا الأمر سيضعها أيضا بمواجهة الفصائل المرتبطة بإيران.